الاتصال المرئي ينضم إلينا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد. الطبيعي الذي شجع منتجي الكهرباء على التحول إلى النفط. وعبر تقنية الاتصال المرئي ينضم إلينا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا دليل. لنتوقف أولا عند البيانات البريطانية، أرقام قوية للوظائف في بريطانيا. هناك مؤشر الاستهلاك أيضا ارتفع بشدة. برأيك كيف سيتحرك بنك إنجلترا حيال معدلات الفائدة خصوصا مع ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية؟ يعني بلا شك الآن أصبح في عوامل إضافية تضغط على البنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة. ارتفاع يعني واضح في مستويات التضخم يضغط بشكل كبير عفوا على الاقتصاد البريطاني وعلى البنك إنجلترا المركزي للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة. ولكن نحن لازم نعرف أنه عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي خلقت خللا كبيرا في تركيبة الاقتصاد البريطاني، وهذه الارتفاعات المؤقتة هي بنتيجة فقدان الوظائف يعني أو فقدان العديد من الموظفين الذين كانوا من جنسيات أخرى وخروجهم خارج المملكة المتحدة ووجود الشواغر والطلب الحقيقي في الاقتصاد البريطاني في الفترة الحالية. ولكن أزمة واضحة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع بشكل عام وارتفاع أسعار الوقود تضغط بشكل واضح على المؤشرات التضخم في المملكة المتحدة. وفي نفس الوقت إعادة هيكلة الاقتصاد البريطاني وإعادة بناء العلاقات التجارية سيمتد لفترة أطول، فهذا يضطر وجود سياسة تحفيزية لقطاعات الشركات لفترة ممتدة وأطول. بالتالي يجب أن يكون هناك عملية توجه نحو تشديد في السياسة النقدية. ممكن نبحث عن تخليص في برنامج شراء السندات على سبيل المثال الذي فوق 800 مليار جنيه استرليني، ممكن أن يكون هذا هو التوجه المبدئي قبل أن يكون هناك حديث فعلي لرفع أسعار الفائدة، لأنه رفع أسعار الفائدة سوف يكون مضر إلى لنشاط الأعمال في المملكة المتحدة في الفترة القادمة. لأنه ذكرنا الأسباب اللي نحن عم نشهدها حاليا هي أسباب مؤقتة، ارتفاعات تضخم مؤقتة ومربوطة بارتفاعات أسعار الوقود بشكل خاص، وأيضا مثل ما ذكرنا هي إعادة تركيبة قوى العاملة في المملكة المتحدة هي العامل الأهم الثاني. بالتالي يعني ممكن نشهد يعني تباطؤ في عملية رفع أسعار الفائدة. رائد، في ألمانيا رغم مراحل دخول التعافي الاقتصادي التدريجي، ولكن مؤشر الزد إي دبليو يتدهور لشهر أكتوبر، لماذا؟ يعني نحن شفنا المؤشر اليوم زد إي دبليو يظهر قراءة أقل من التوقعات، وطبعا هذا هو مؤشر يعني مستخدم ومعروف لثقة الأعمال بشكل عام في ألمانيا على وجه التحديد. أعتقد بشكل واضح ارتفاع أسعار الطاقة مجددا سبب وإضافي وضاغط على اقتصاد ألمانيا في المرحلة الحالية. كذلك الأمر في نقطة مهمة جدا بالنسبة لاقتصاد المنطقة الأوروبية بشكل عام وليس ألمانيا على وجه التحديد، التي تعاني من أنه في عندنا تراجع في مستويات يعني التضخم لا يرتفع بشكل المطلوب. بالتالي السياسات التحفيزية التي تم اتباعها سابقا غير كافية بالنسبة للمنطقة الأوروبية ولم تحرك بشكل كبير هذا الاقتصاد. ومع ذلك نرى قراءة الاقتصاد الألماني أفضل من يعني أقرانه بالنسبة باقتصاد المنطقة الأوروبية أو منطقة اليورو على وجه التحديد. بالتالي هذه القراءة ممكن أن تكون مؤقتة. ارتفاعات في التكاليف في الفترة الحالية مع إقبالنا على شهر أو على فصل الشتاء بشكل رائد يعني أكثر سريعا. النفط صباحا أخذ استراحة محارب ممكن نسميها، عادة إلى تراجع وعادة مرة أخرى ليكمل ارتفاعاته ومكاسبه. هل سنرى عودة إلى خانات المئات إلى حتى آخر هذا العام برأيك بإيجاز لو سمحت؟ كل المقومات موجودة لمزيد من الارتفاعات على أسعار النفط. كما ذكرتي يوجد يعني مقومات عديدة لتدفع أسعار النفط بالارتفاع. ما لم يكن هناك تدخل من أوبك بلس بزيادة في الإنتاج، في عنا ارتفاع في الطلب، في عنا يعني أيضا تحويل في الطلب من الغاز الطبيعي إلى النفط، في عنا يعني أيضا ارتفاعات في الطلب من الاقتصادات العظمى، الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني وشح في الإمدادات. بالتالي أوبك بلس هي المفتاح في اجتماعها القادم لمزيد من الارتفاعات. إذا كانت الزيادة في الإنتاج محدودة وقليلة
بالتالي بلا شك سوف يكون هناك وصول ل 100 دولار للبيت. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.